هل طلاء الأظافر بالمناكير هل يؤثر ذلك على الوضوء؟ نعم، طلاء الأظافر بما يتجمد على الأظافير ويكون له حجم يمنع وصول الماء إلى ما تحته ينقض الوضوء، لا يصح معه الوضوء، لأن الوضوء يجب أن يصبغ على الأعضاء وأن يصل إليها ويجري عليها، وفي هذه الحالة يكون الماء جاريا على نفس الأصباغ الجامدة ولا يصل إلى ما تحتها، فيكون الوضوء غير تام وغير صحيح. أما إذا كانت هذه الأصباغ ليس لها جرم ولا تتجمد، إنها لا تمنع صحة الوضوء.